اقف هنا بقى، عملت كده ازاي؟ يا ما انت كريم يا رب، من زمان وانا هموت واقولك التلات كلمات دول. اللي حصل كالاتي: قبل اي حاجة انا ولا دكتور ولا نيلة، انا كنت زميل باباكي في السجن. الموضوع ابتدى لما شفتك اول مرة وانت بتزوري في السجن، ساعتها حبيتك من اول نظرة. كل مرة كنت بشوفك فيها كنت بحبك أكتر. وقبل خروجي من السجن رحت لباباك. قلت له إن أنا بحبك وعايز أتجوزك. وبدأ باباك يدربني على الخطة ويفهمني دماغي ويشربني طريقة تفكيري. ولما جه وقت الافراج كنت جاهز. يا ابني انت شاب ذكي وطموح، عايزك تركز في مستقبلك وتبطل نظر، واوعى تخش السجن تاني. ما تقلقش يا باشا، انا ناوي ان شاء الله اخش دنيا بالاذن يا باشا. اتفضل. الكام؟ مؤاخذة ما خدتش بالي. الله، معلش. واول ما خرجت من السجن بدات في تنفيذ الخطه على طول، بس طبعا كنت محتاج مساعده، فاضطريت استخدم دراعي اليمين ودراعي الشمال. وحشتوني يا عيال. انت اكتر. كفارة. جاهزين للعمليه الجديده؟ هنسرق بنك. هتجوز. اخيرا قلتها. مش انت يا ريس تتجوز؟ ارجع يا ريس السجن. رئيس ليه بس؟ ارجع يا ريس السجن ارحم يا ريس. انت ما شفتهاش، لو شفتها تغير رايك. اه بالمناسبه انا اللي بلغت عن رجالتك وسلمتهم وخليتك تجيب فراوله ورمان مكانها، بس قومت لهم محامي وطلعهم بعد اسبوع. يا رمان كله تمام؟ فل قوي. نتقابل في المسرح بالليل. يلا سلام. صباح الخير. انا جيت في وقت غير مناسب. اه هو مش بس فراوله ورمان، انا كنت مظبط مع عيله كل حاجه من الاول. وبرده كنت متفق مع صنباطي علشان ما يكشفنيش لما تروحي تسالي عليا. صنباطي جدك بيسلم عليك، بيقول لك حط دول على تحويش الاكس بوكس، ودي بقى من عمو راشد عشان تحلي بقى، وكمان عشان يقولك على فراوله ورمان ويعرفك مكانه. بالنسبه بقى ليلى، انا عارف انك اتعرفت عليها، بس محتاج اعرفك عليها بنفسي. ليلى دي تبقى اختي، بس انا متاكد ان هي بتحبني. ازاي تختار الشغل دي؟ طلعت سترونج اندبندد وومن قوي. ما تقلقش يا راشد، كلها يومين هتلاقيها بتكلمك تاني ان شاء الله. صدق بقى. ده على اساس اني هغير بقى لما تجيب لي اختك. ويعني كان نفع؟ ده لما عيلو خيارك بيني وبين الشغل كان نفسي تختارين انا، بس كنت عارف ان انت هتعندي مع نفسك حتى لو كنت بتحبيني. هنا بقى جه دور العميد وحيد. وتابعك هو كمان؟ بتبعت لي عميد شرطه يا راشد؟ على فكره العميد وحيد ملوش علاقه بالشرطه خالص. العميد وحيد يبقى عميد كليه تجاره جامعه جنوب شرق، بس حاليا واخد اجازه بدون مرتب. انا كل اللي عملته ان انا خليت ليلى تقنعه ان هو يتعالج عندها بسبب موضوع حنان، وبرضه خليتها ان هي تسخنه عشان يدور عليك وينتقم منك. يعني هو البوليس ممكن يحبس بيلا على الحاجات اللي بتعملها دي؟ ما تقلقش، انا ابن خالتي ظابط وهخليه يساعدك. جمع انت بس الادله وهو هيتصرف. ولما زرت مامتك في السجن اديتها رقم البوهي باهر عشان تخليك تشغليه، وفي نفس الوقت ليلى اقنعت العميد وحيد ان هو يجند حد من عندك عشان ينقل له اخبارك. وبالمناسبه انا اتفقت مع مامتك على كل حاجه، والارضيات هتبقى باركيه مش اتش دي اف، وعلى فكره هي اللي نقيت لك الفستان اللي انت لابساه ده. ماشي يا ماما. عجبك الفستان؟ عجبني، بس حسابي معاكي بعدين. فضحتنا يا تروبي.